72,000 عجل ذكر جاموس في سوق التوفيقية. الله أكبر، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي. الله أكبر، أشكر الله أشكر الله، الله أكبر، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي. العجول، الذكورة، الجاموس، الطلوقة واللحمة جماعة في سوق التوفيقية حيرة يوم 1/5/2024 بكام يا صاحبي على بعض؟ والله لوحده دي 73,000. بسم الله ما شاء الله، اللي عايز عجل طلوقة واللي عايز يذبح لحمة جماعة في الجاموس، بسم الله ما شاء الله، دبابات آيات ربنا ببلاش النهاردة، اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله، معك حاجة غيره يا صاحبي؟ ودي عامل ياما دي؟ 45,000. بسم الله ما شاء الله، الله أكبر، الله أكبر. ادينا الرقم لحد عايز فحل ولا اتنين برضه تواصل معاه. 010 13 79 40. الاسم والمكان؟ محمد مصطفى طنطا. محمد مصطفى طنطا يا جماعة غربية اللي منار في سوق التوفيقية، الله يبارك له ويصلح حاله وحال الجميع يا رب، اللهم امين، اللهم صل عليك يا نبي. بردانة للموازين يا جماعة، طبعا هيقول لنا الأسعار الجاموس بكام النهاردة جاي؟ 140 145. من 140 ل 145 والبقري؟ 160 ل 165. زي ما قالوا التجار يا جماعة، أعلى أعلى لحمة. بردانة للموازين، الله يبارك له، صباحك أبيض إن شاء الله، الله يبارك لكم ويصلح حالكم وحال الجميع يا رب، اللهم أمين. بسم الله ما شاء الله، دبابات يا جماعة، الله أكبر، الله أكبر، المال بسم الله ما شاء الله عليها، الله أكبر، الله أكبر، بسم الله ما شاء الله. عامل ياما على بعض يا معلمي؟ عامل 72,000. 72,000 يا جماعة، أنتوا منين حضرتك؟ كفر زياد. كفر زياد غربية، الناس المحترمين اللي منورين في سوق التوفيقية، ناس محترمين الله يقويكم ويعينكم. معكم حاجة غيرهم؟ اه معانا بس تعبانة. الله يصلح حالكم. طب في رقم تليفون ناخدوا له حد عايز يتواصل معاكم مع سفاح الاثنين برضه؟ في يا عم. كام الرقم؟ 010 99 91 61 22 2 2 7 5 7 5. الاسم طيب؟ الحاج عبد ابو هاشم. الحاج عبد ابو هاشم؟ عبد ابو هاشم. الحاج عبد ابو هاشم يا جماعه، كفر الزياد غربيه، اللي عايز فحوله جاموس لحم وطلوقه موجود عندهم، الله يبارك لكم ويصلح حالكم ويجعل صباحكم ابيض ان شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي. المال يا جماعه صلاه النبي عليها، الله اكبر، الله اكبر. دبابات يا جماعه، العجول، الذكوره، الجاموس، اللحمة مع تجار الغربية في سوق التوفيقية، الله يبارك لهم ويصلح حالهم وحال الجميع يا رب، اللهم امين. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي. صباح الفل يا كبير، عامل ايه يا غالي؟ كل سنة طيب. عامل ياما على بعضهم؟ 55,000. اللهم صل عليك يا نبي، 55,000 يا جماعة، ما شاء الله، ربنا يبارك للمال واصحابه. يعني السوق كويس النهارده معلمين؟ السوق كويس النهارده؟ اه في الجو شغال حلو. حبيبي منين حضرتك؟ من المنوفيه، شبين الكومه معلم. شبين الكومه المنوفيه، الناس اللي منورين في سوق التوفيقيه بحيره، الله يبارك لهم ويصلح حالهم وحال الجميع. معاك حاجه غيره تاني؟ لا يا رب. طب معاك رقم تليفون ناخدوا له حد عايز يتواصل معاك؟ حبيبي على راسي يا غالي، الله يصلح حالك وحال الجميع. اللهم صل عليك يا نبي. العجول ما شاء الله، ربنا يبارك في المال واصحاب المال، الله اكبر. الله يبارك ما شاء الله، الله يكرمك، اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله، عجول الذكورة الجاموس. صباح الفل يا غالي، صباحكم ابيض، الله يقويكم ويعينكم. بسم الله ما شاء الله، دبابات يا جماعه، الجاموس، اللحم والطلوقه، بسم الله ما شاء الله على المال، الله اكبر، الله اكبر. معلم صباح الفل يا كبير، منين حضرتك؟ خربتها باش، خربتها كوم حماده يا جماعه، الناس المحترمين، تجار يا صاحبي ولا جنايين؟ لا جنايين. جنايين، عامل ياما على بعضه يا صاحبي؟
والله يعمل 82,000. 82,000 يا جماعة، أدعيك لصلاة النبي عليه الله. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليه. 82,000 يا جماعة، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك في المال وأصحاب المال. الله أكبر، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليه كريم. الله أكبر، الله أكبر، أيوة يا ريس، الله أكبر. الحاج وائل، ايوه حاج، ايوه كا، صل عليك يا نبي، ربنا يبارك الناس كلها ويصلح حالها وحال الجميع يا رب، اللهم امين. صباح العسل. صباح الفل يا حاج. صباح العسل يا حاج، كل سنه طيب. الله قوي يا ابو حسن، يا ابو حسن. إدارة سوق التوفيقية، صباح الفل يا غالي، الله يقويكم ويعينكم ويصلح حالكم. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي، الله أكبر. بسم الله ما شاء الله، عيد لصلاة النبي عليه يا جماعة، اللهم صل عليك. اللهم صل عليك يا نبي، اللهم صل عليك يا نبي. وزنته بكام يا حاج الكيلو النهارده؟ حجني بكام الكيلو جاي من النهارده؟ 140. 140 يا جماعه، في العدود عايزين ياخدوه ب 135. اللهم صل عليك. 140 الكيلو قايم يا جماعه، والتجار عايزين ياخدوه من الحاج ب 135. الله يبارك لك، وصايم عجل صلاه النبي عليه اول. ربنا يبارك لك يا حاج واصلح حالك واجعل صباحك ابد ان شاء الله. اللهم صل عليك يا الله. ما تنسوا ذكر الله ورسول الله، ربنا يبعد عنكم وعننا البلاء يا رب، اللهم امين. تسمع ذكر الله تقول لا اله الا الله، اشكر الله قول لا اله الا الله، قول لا اله الا الله. الله اكبر. اللايك والاشتراك لقناه المعاش اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم. اشكركم على حسن المتابعه داخل مصر وخارج مصر. هنسيبكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.